السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الجزء رقم 9 أو الجزء الثامن الخاص بالتوتوريال بتاعة البرنامج فاير ماتريكس. كنا المرة اللي فاتت شرحنا اللي هي الجزء بتاع الانيميشن وشرحنا الكتالوجز، المرة دي هنشرح اللي هي الكودز. تمام، هنا برضو وضعنا كل الأكواد سواء كان منها المحلية أو العالمية. تمام، زي الكود بتاع الـ NFPA الأشهر اللي احنا بنستخدمه دايما في الديزاين، أو الـ British Code أو الـ FM Global أو الـ International Code أو الكود المصري، الكود السعودي، الكود الإماراتي. تمام، كل الأكواد دهيت هتلاقيها برضو موجودة عندك بصيغتين، صيغة الـ PDF والصيغة التانية اللي هي الـ EXE. هنا حطينا الـ NFPA Guide، تمام، بحيث إن أنت بيسهل عليك اللي هي عملية الـ إنك تحصل على رقم الكود على حسب الموضوع اللي أنت محتاجه. تمام، يبقى هنا بيدي لك مثلا ان في 70 ايه، يبقى هنا بيدي لك على طول العنوان بتاعه وهكذا. هنا برضو بتلاقي عندك كل الاكواد من اول ان في 2016 لحد 2019. طبعا هتلاقي عندك الكود المصري مثلا باربع اجزاء. تمام، هتلاقي عندك اللي هو الاشتراطات بتاعت قطر اللي هي بتاعت سيفل ديفنس او ريجوليشن بتاعت قطر. تمام، هتلاقي في مكتبه كبيرة جدا خاصة بالهاند بوكس، سواء كانت الهاند بوك اللي طالعة من الـ NFPA أو بعض الهاند بوكس التانية اللي هي حاطينها بعض المؤلفين الخاصين بالفاير وليهم باع طويل جدا في الفاير، زي مثلا اللي هو الكتاب بتاع الستاند بايب ده، من أجمل الكتب بصراحة اللي اتكلمت عن الجزء ده من السيستم بتاعة الفاير اللي هو الجزء بتاع الستاند بايب. بعد كده في عندك بعد الكودز هتلاقي في تابة تانية اللي هي خاصة بالسوفت وير. في السوفت وير دوت او التابة بتاعت السوفت وير ده هتلاقي في عندك عدد كبير جدا من اللي هي البرامج اللي انت بتستخدمها كتير جدا في الديزاين بتاعك. تمام، في تولتين انا صممتهم بنفسي، اللي هي التول الاولانية اللي هي بتاعت فاير ماتريكس كاد تول. بمجرد انك هتدوس عليها بيفتح لك على طول ملف اركايف بالشكل ده او ملف مضغوط، هتدوس اي اكس اي ويبدا هنا بيعمل لك تسطيب. تسطيب لايه بقى؟ لو فتحت الكاد كده التوله دهيت اولا اللي احنا مصممينها، انا كاتب تحتيها ايه؟ ان هي خاصه ب 2014 فقط، يبقى انا مصممها لي اللي هو اوتوكاد 2014. تمام، هتلاقي ان هو عمل لك هنا مين منيو. تمام، المين منيو دهيت هتدوس عليها، فهنا بيروح محمل لك باليتا. الباليتس دهيت بيبقى فيها ايه؟ فيها الديزاين بلوكس، فيها الشوب درونج بلوكس، فيها اللي هي الجنرال نوتس، فيها الستاندرد ديتيل، فيها اللي هي الانوتيشن. تقدر انك تسحب اي بلوك من البلوكات دهيت وتستخدمها على طول معاك فين؟ في اللوحه بتاعتك، بحيث ان هو بيوفر معاك وقت كبير جدا في انك ايه؟ تحصل على البلوكس ديت من لوحات تانية وغيرها. تمام، هنا مثلا اللييرز. تمام، بمجرد انك هنا تصاغط اللير فيبدا هنا يروح محمل لك على طول ايه اللييرز بتاعتك اللي انت بتستخدمها في اللوحات بتاعت الفاير. فدي توله كبيره جدا، هتلاقي فيها مكتبه كبيره جدا من البلوكس اللي انت بتستخدمها في اي مشروع من المشاريع. نفس البلوكس هي اللي احنا شفناها مع بعض في الاوتوكاد لايبراري، بس هنا الفرق ان انا محملها اوتوماتيك على طول عندي في الكاد وفقا لسكريبت معين صممناه للمنظومه بتاعتنا دهيت. تقدر انك تستخدم البلوكس دهيت وتشتغل بيها على طول عندك في اللوحه، وهتوفر معاك وقت كبير جدا في ان انت ايه تجيب البلوكس دهيت من لوحات تانية من بره وهكذا. تمام، لو نزل معاك البلوك بشكل اكبر من اللي هو من السكيل بتاع اللوحه، فكل اللي انت هتعمله انك هتبدا تظبط ايه اللي هي اليونتس بتاعتك، سواء كانت متر او ايه او ملي متر. هتلاقي عندك هنا التوله الثانيه اللي هي خاصه بالفونت. في بعض اللوحات تفتحها فتبص تلاقي عندك الفونتات ضربه، يبقى هنا بيروح مظبط لك اللي هي الفونتات. كل اللي بيعمله ان انت ايه بيروح عامل لك اكستراكت للمكان اللي هو بتاع الفونت. فلو كان عندك ده مكان الاكستراكت بتاع او مكان الفونت فعليا بتاع الكاد عندك على الجهاز، يبقى خلاص بتدوس اكستراكت، مش هو مظبوط الباص ده، يبقى هنا ايه بتروح حاطط الباص الحقيقي بتاع ايه بتاع الفونت وفقا للي هي المكان التسطيب اللي انت مسطبه الخاص بالكاد. في عندك برامج تانية زي اللي هي الاوتوكاد مثلا،
انك تضغط على اي فايل من فايلز ديت، على طول بيفتح لك اللي هي البرنامج، تقدر انك تعمله سيت اب زي ما انت حابب. تمام، عندك ده الاليت اللي هي السليكشن بتاع باترسون، اليونت كونفرتر، تمام، عندك اللي هي الرينيم ماستر، وعندك البي دي اف تو دي دبليو جي، وهنا ده برضو ريدر كويس جدا بستخدمه اللي هو اسمه فوكسيت فانتوم بي دي اف. تمام، فدي كلها برامج هتلاقيها موجوده عندك في السوفت وير، تقدر انك ايه تسطب اللي انت محتاجه منها وتقدر تشتغل بيها في اي وقت. استودعكم الله، وان شاء الله اشوفكم في الجزء رقم 9 الخاص بالتوتوريال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.